نداءات متكررة أصدرتها الأطقم الطبية، بل هي مناشدات بضرورة الحذر والالتزام. واليوم أعلى سلطة في البلاد توجه خطابا وصفه السياسيون بالجريء والواضح، فهل وصلت رسائله؟ أظن أن الخطاب الملكي لذكرى 67 لثورة الملك والشعب هو يجسد في عمقه العديد من المغازي، فهو استحضار لروح المواطنة التي سادت آنذاك ومهدت لاستقلال المغرب من أجل مواجهة معركة آنية يمكن نعتبرها مصيرية اقتصاديا واجتماعيا بالنسبة للمغرب، وهي التي تتمثل في تفشي وباء كورونا، وهي المعركة التي لم تكسب بعد، حيث أكد جلالته بشكل واضح أنه بدون سلوك وطني مثالي ومسؤول من طرف الجميع لا يمكن الخروج من هذا الوضع ولا رفع تحدي محاربة هذا الوباء. وبالتالي كان دعوة صريحة لكل الفاعلين، لكل المواطنين، لكل السلطات، لكل المتدخلين من أجل تعبئة ويقظة كبيرة، حيث شجل جلالته أنه إذا استمرت الإصابات بوباء كوفيد 19 في الارتفاع مع النسب التي تسجل في الآونة الأخيرة، فإن اللجنة العلمية المختصة بهذا الوباء قد توصي بإعادة حجر الصحي بل وزيادة تشديده. ونحن نعرف جميعا آثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لإجراء الحجر الصحي. فما يمكن تأكيده هنا أن هذه الرسالة القوية التي جاءت في خطاب جلالة الملك، ويجب التذكير كذلك بخطاب عيد العرش لأن هناك ترابط ما بين الخطابين، إلا أن قوة الخطاب ديال الذكرى 67 لثورة الملك والشعب ورمزية هذه الذكرى دقن قوس الخطر بشكل واضح أمام كل الفاعلين المواطنين، بل ربما أنه تركنا الأشياء بواحد الشكل ديال أننا كسبنا مرحلة الحجر الصحي وكما كيسميوها المغاربة صافي تلقونا وملي تلقونا، يعني كل واحد بدا كيرجع لعاداته القديمة. اليوم المطروح هو التعايش مع هذا الفيروس، أي أنه استمرار العجلة الاقتصادية، العجلة التربوية، كل أنشطة الاقتصادية، ولكن مع أخذ كل الاحتياطات والاحترازات الأساسية التي لا تتطلب شيء كبير، تتطلب كمامة بسيطة وكتطلب واحد المعقم صغير يكون في الجيب ديال الإنسان لما كيخرج إما للعمل أو لقضاء بعض الأغراض الإدارية أو اللقاء مع الأصدقاء أو لأي شيء خارج بيته.